Guten Tag, meine Schüler und meine Schülerinnen. Wir sprechen heute über Aufsatz auf Seite 50 im Booklet. Inshallah, نتكلم عن الجزء الخاص بالأوفزاتس اللي موجود في صفحة 50 اللي هي في البوكلت عندنا. طيب نبص كده للتيتل بتاع الأوفزاتس. Schreibt 10 Sätze über das folgende Thema. Mein Schultag. يعني بيقول لك اكتب 10 جمل عن الموضوع التالي اللي هو الشولتاج اللي هو اليوم الدراسي. في موجود عندنا انهالتس بونكت، يعني موجود عندنا مجموعة عناصر زي بيجين بداية، شولة مدرسة، باوز اللي هو البريك، اونتاريشت اللي هي حصة، فيشا اللي هي المواد، ناخ دير شولة يعني بعد المدرسة. نعمل الموضوع ده ازاي؟ أول حاجة طبعا هنعمله كفكرة أو كأفكار مترتبة، زي مثلا لما أجي أقول إيه؟ إيش بين نوخ شولا؟ يعني أنا ما زلت طالب، وشولا هنا عليها الأوملاوت. إيش جيهي؟ أون زي بين أوا سو شولا؟ أنا هذهب في الساعة السابعة إلى الإيه؟ المدرسة. ماينا شولا إيست إن معادي، مدرستي بتكون في المعادي. Der Schultag beginnt um 8 Uhr. اليوم الدراسي بتاعي بيبدأ الساعة 8. Ich bin in Klasse 9. يعني أنا في المرحلة الإعدادية. Ich habe jeden Tag 9 Stunden. أنا عندي كل يوم 9 حصص. Ich lerne Arabisch, Englisch, Deutsch, Mathe und Physik. دي المواد اللي انا بدرسها في المدرسه. ماين ليبلينجسفاخ، ماين ليبلينجسفاخ از ماتر، يعني الفيفوريت سبجكت بتاعتي، الماده المفضله بتاعتي اللي هو الماث. دير دويتش اونتاغيشت از تول، الحصه بتاعت ماده اللغه الالمانيه بتكون حصه رائعه او جيده جدا. يعني ايش هابه فيله ميتشولا، فيلة متشولا يعني أنا عندي زمايل كتير في المدرسة، وبرضو شولا هنا عليها الأوملاوت. فيا أسن أند ترينكن إن دير باوزر، يعني بناكل وبنشرب في فترة البريك. إيش جيهي ناخ دير شولة ناخ هاوس، أنا أذهب إلى المنزل بعد المدرسة. طبعا بنخلي بالنا واحنا بنكتب الاوفزاتس، اول حاجه طبعا بنخلي بالنا من الجروس والكلاين. اول حاجه طبعا بدايه الجمله begin the ذاتس دايما بتكون جروس، بدايه الجمله دايما جروس. الحاجه الثانيه خلي بالنا اي نوع من عندنا برضو بيتكتب جروس. بنخلي بالنا برضو من ترتيب الجمله، الذاتس عندي بتبدا بالسوبجكت، بعد كده الفيرب، بعد كده باقي الجملة على حسب ما يكون. خلي بالنا برضو يكون الفيرب كونيوجيت، يعني الفيرب يكون متصرف. ده كده بالنسبة لي الجزء الخاص بالأوفزاتس اللي موجود عندنا. في عندنا جزء بعد كده في Seite 53. Seite 53 بتتكلم عن جزء خاص بريجل اسمها فين. وفين عندنا، فين عندنا اللي هي زي في الانجليش وين، بمعنى عندما او لما. طيب فين الريجل بتاعتها او القاعدة بتاعتها زيها زي الريجل بتاعت فايل وداس اللي احنا خدناهم قبل كده، بمعنى ان فين بتيجي ما بين جملتين. بس بنخلي بالنا الجملة اللي بعد فين الفيرب ام اند، يعني الفيرب لازم يتحط في اخر الجملة. طيب نشوف كده بايشبيل على الكلام اللي احنا بنقوله ده. لما اجي اقول مثلا ايش جيه انس كينو، انا اذهب الى السينما. فين ايش سايت هذا، لما يكون عندي وقت. لاحظت هنا بعد فين حطيت الفيرب فين؟
في آخر الجملة، قلت أهو wenn ich Zeit habe. دي كده بايشبيل. طيب بايشبيل تاني، ich fahre nach Deutschland، أنا هسافر إلى ألمانيا. wenn لما ich Deutsch lerne، لما أدرس أو أتعلم اللغة الألمانية. يبقى ده كده بالنسبة لي القاعدة بتاعت when. يبقى when بتربط ما بين جملتين، وزي ما احنا شايفين الجملة اللي بتيجي بعد when لازم نحط الفيرب ام اند، يعني الفيرب لازم يكون في آخر الجملة، زي البايشبيل كده اللي موجود قدامي. when learnest to do English، امتى هتتعلم انجلش؟ فبيقول له when ich nach England fahre، لما هسافر الى انجلند. يبقى دي الريجل بتاعت فين. طيب قال لي خلي بالك احنا ممكن نبدا الجمله بفين ازاي، يعني اقول مثلا لما انا هسافر الى انجلترا انا هتعلم الانجليش. تمام، نقولها ازاي؟ نشوف كده ايه اللي هيحصل. موجود عندي اهو الجزء فيه البايشبيل اللي تحت عندنا، then ich nach England fahre، يعني لما أنا هسافر إلى England، أهي الذات أهي قدامي، then ich nach England fahre، بدأنا ب then وحطينا الفيرب في الآخر. آه بس قال لي خلي بالك بقى الجملة التانية اللي هتتحط بعد كده لازم تبدأ بالفيرب، لازم تبدأ بالفرد. بقول اهو when ich nach England fahre، لما هسافر الى انجلترا spreche ich English او lerne ich English. يبقى هنا اهو لما بدأنا ب when في الجملة الأولى حطينا الفرب في الآخر اهو، والزبط الثانية الزبط الثانية لازم تبدأ بفرد، لازم تبدأ بإيه؟ بفرد. يبقى تاني فين دلوقتي ليها فكرتين عندي، أول فكرة إنها تيجي ما بين جملتين، يعني قبلها جملة وبعدها جملة، في الحالة دي الجملة اللي هتيجي بعدها نحط الفيرب في الآخر. طيب لو حبينا، لو حبينا نبدأ بفين، لو حطينا فين في الجملة الأولى يبقى فين برضو الفيرب هيتحط في الآخر، بس الجملة التانية لازم تبدأ بالفيرب. دي كده الفكرة بتاعت الريجل عندي اللي هي when. طيب نشوف بعد كده عندي مجموعة بايشبيل، مجموعة أمثلة على الريجل. بتقول إيه بقى البايشبيل اللي بعده؟ جايب لي هنا فعلًا ده ذات سي، يعني جمل ناقصة، وطالب مني إن أنا أكون الجملة نتيجة فهمي للبدايتونج اللي هو المعنى. أول حاجة عندي بتقول then، وجايب لي space أو لوبن فراغات، وبعد كده جايب لي learn ich neue Leute kennen، يعني هتعرف على ناس إيه؟ ناس جديدة. لما نيجي نبص كده في الجملة دي أهي learn ich Leute kennen، يعني هتعرف على ناس، يبقى كده هقول لما هسافر مثلا للمكان الفلاني اكيد هتعرف على ناس جديدة. يبقى زي ما احنا عاملين كده قدامنا اهو when ich nach England fahre، لما هسافر الى انجلترا انا هتعرف على ناس جديدة. يبقى بدأنا اهو بايش، طبعا ايش هنا تتكتب، هتتكتب كلاين، هتتكتب سمول، وطبعا زي ما احنا شايفين حطينا الفيرب فين؟ ام اند، يعني في اخر الجمله. طيب الزبط اللي بعدها then لوكن فراغات learn ايش فيل، لما نقط انا هذاكر كتير، يبقى اكيد لا اكون لما ايه؟ لما يكون عندي امتحان. يبقى زي ما احنا كاتبين كده then ايش اينن تيست هابر، لما يكون عندي تيست بالتالي هذاكر كتير. اللي بعدها then لوكن فراغات، يعني
bekomme ich gute Noten. لما نقط الجملة التانية بتقول هحصل على درجات كويسة، يبقى أكيد هقول لما هذاكر كويس هحصل على درجات كويسة. يبقى هذاكر كويس دي بنقولها إزاي؟ wenn ich gut lerne، لما هذاكر كويس. ده كده بالنسبة لي الفكرة بتاعت قاعدة أو الريجل الخاصة بيه. طيب نشوف بعد كده البيت اللي بعدها، جايب لي هنا بايشبيل بيقول فيات تينا ناخ انجلاند، يعني تينا هتسافر الى انجلترا. فرد عليه قال له يا، يعني هتسافر فعلا. تمام. طيب وجايب لي هنا ما بين القوسين عندي فازت فيردن، زي ما احنا شايفين عمل الجملة ازاي. قال طبعا يا ذن، عندما زي فازت فيرد، عمل ايه؟ حط ذن وحط الفيرب فين؟ ام اند. هنعمل نفس الكلام ده على كل الجمل اللي موجودة بعد كده. اول جملة بتقول فليك تينا ناخ نيويورك، تينا هتسافر بالطيران لنيويورك. فعمل بعد كده عندي جملة تانية بتقول إن تانت إيفا داس تيكت بتسالم، يعني تانت إيفا هتدفع إيه؟ ثمن التذكرة بتاعة الطيران. يبقى أكيد لما واحد هيسأل هيقول تينا هتسافر لنيويورك، فأكيد هقول له يا ذن تانت إيفا داس تيكت بتسالم. حطينا فين، حطينا فين، وبعد كده حطينا الفيرب ام اند. نمرة 2 نفس الفكرة، فات ماركوس ناخ باريس، ماركوس هيسافر لباريس. فعمل جملة تانية او زاتس تانية بتقول اندري فريند ميت فارن، يعني الاصدقاء الاخرين هيسافروا معي. يبقى اكيد لما حد هيسأل هيقول ان ماركوس هيسافر باريس، اكيد هقول له ايوه لما اصحابه هيسافروا معي. يبقى يا wenn andere Freunde الأصدقاء الآخرين mitfahren، يعني هيسافروا معي. برضو حطينا wenn وحطينا برضو ال verb am Ende. نمرة 3 fahren wir an den Bodensee، هل إحنا هنسافر إلى بحيرة بودين؟ دي بحيرة موجودة في ألمانيا. فقال له داس فيتا الطقس شون زاين، يعني الطقس بيكون جميل. يبقى اكيد لما حد هيسأل هو احنا هنسافر لبحيرة بودن او بحيرة بودين، فاكيد هيقول له ايوه لما يكون الطقس كويس. نعملها ازاي؟ هنقول يا ذن داس فيتا شون، طبعا شون هنا عليها الأمة. نفس الفكرة هنعمل بيها ذات نومة فيها كنت. طيب نشوف برضو فكرة يوبونج جديدة عندنا، جايب لي هنا فاي ذات مجموعتين او جملتين وطالب مني ان انا اعمل فربين ده، اعمل توصيل للجملتين دول باستخدام ذن. نشوف كده البايشبيل ونمشي عليه. Das Wetter ist schön. الطقس جميل. Wir machen eine Wanderung. يعني احنا هنعمل تجوال او هنتجول. machen Wanderung يعني هنتجول. فانا هنا عندي zwei Fälle. عندي حالتين. طبعا احنا كده كده هنستخدم wenn. طيب هنستخدمها ازاي؟ ممكن اقول wenn das Wetter schön ist، بدأت ب when وحطيت الفيرب am Ende، يعني الفيرب في الآخر اللي هو ايست اهو. لما الطقس يكون جميل هنعمل تجوال، نعمل تجوال. الجملة التانية اتفقنا الجملة التانية لازم في الحالة دي تبدأ begin to meet verb، begin to meet them verb، يعني لازم تبدأ بالجملة
Hilfe. يبقى machen wir eine Wanderung. طيب في طريقة تانية هي إن إحنا نحط then نحطها ما بين جملتين. نعملها إزاي؟ أهو زي اللي قدامنا كده. Wir machen eine Wanderung. يعني إحنا هنتجول wenn das Wetter schön ist. لما الطقس يكون جميل. إحنا هنا حطينا then ما بين جملتين. ما بين جملتين. بس طبعا الجملة اللي بعد then حطينا الفيرب am Ende، يعني الفيرب في آخر الجملة. نفس اللي احنا عملناه فوق هنعمله في الجمل اللي موجودة قدام. نمرة 1، meine Freunde kommen mit. أصحابي جايين معايا. Ich fahre nach Griechenland. يعني أنا هسافر إلى اليونان. يبقى ممكن أقول أصحابي هييجوا معايا لما هسافر لليونان. يبقى نقولها ازاي؟ اهي زي ما احنا عاملينها كده. ماين فرويند اصدقائي كومن ميت هيجوا معايا، جملة عادية اهي، كوما ذن عندما ايش ناخ جريشنلاند فار، لما هسافر الى اليونان. طبعا لاحظت اهو حطيت ذن في النص وحطيت فار في اخر الجملة. طب الفكرة التانية ان احنا نبدأ بذن، وطالما هنبدأ بفن يبقى بنحط الفيرب برضه في الآخر أهو. فن إيش ناخ جريشلاند فاغه، لما هسافر إلى اليونان. كومن ماين فرويند ميت، أصحابي هيجوا معايا. لاحظنا أهو الجملة التانية بدأناها بالفيرب. نمرة 2، إيش هابت سايت، أنا عندي وقت. إيش كومه سوديا، يعني أنا هجيلك. يبقى ممكن أقول أهو إيش كومه سوديا، أنا هجيلك. Wenn ich Zeit habe، لما يكون عندي وقت. أو ممكن أقول Wenn ich Zeit habe، لما يكون عندي وقت. عندنا هنا طبعا ال V دي هتبقى B، ich habe. Wenn ich Zeit habe، لما يكون عندي وقت. Komme ich zu dir، يعني أنا هجيلك. نفس اللي احنا عملناه في نومة 1 نمرة 2 هيتعمل في باقي الأسبوع. ده كده بالنسبة لي الريجل الخاصة عندي بـ فين في لندن.